بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معايا شاشة 32 زي ما حضراتكم شايفين، ما بتنطقش خالص، جايبة شاشة سودة. المفروض أو المعتاد إن ده للداد، بس مع الكشف هنشوف. بعد فك الشاشة أول حاجة بعملها بجهاز التستر، ببدأ إن أنا أكشف على الليد أشوف هل الليدات شغالة ولا لأ. طبعا بحط السالب على السالب والموجب على الموجب، لقيت إن الليدات شغالة، يبقى أصبح المشكلة معايا في البوردة. بالفحص بالنظر تبين إن في مكثف ضارب. المكثف من أعطاله إن حضرتك بتلاقيه منفوخ، منزل زيت، بتلاقيه ناشف، القميص بتاعه منكمش، فبيبقى باين. ما بانش كده بضطر ان انا بقى اجيب الافو وابدا ان انا اقيس واعرف الفولتات بتاعتي واقفه لحد فين. تمام. طبعا فكيت البورده وهبدا ان انا اغير المكثف. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك ما تتخدعش وتقول اول حاجه الليدات وافك الشاشه مباشره وغير الليدات، هتفاجئ ان المشكله ما زالت قائمه زي ما هي. يبقى هرجع افك الشاشه مره تانية وارجع اللي انا عملته هعمله تاني، وابقى انا كلفت العميل للدات تكلفه بزياده. ده حرك المكثف اللي بايظ اللي هو 35 فولت 330 مايكرو. طبعا حضراتكم ما عندكش ال 35 فولت، حط 50 فولت. الفولت عليه مفيش مشكله، اما المايكرو اوعى تعليه، ثبته زي ما هو 330 يبقى 330. تمام. طبعا المكثف ده في دايره الاضاءه، والحمد لله كان باين بالعين المجرده. فهنا تم تغيير المكثف زي ما حضراتكم شايفين، وهنشوف النتيجه. برجاء ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، واتمنى من الله ان اكون بفيد حضراتكم. فحضرتك ليك اي تعليق او سؤال استفسار اكتبه في تعليق وانا هرد على حضرتك بامر الله. حضراتكم انا كده بغير المكثف بتاعي عشان خاطر نشوف النتيجة هتعمل معانا ايه. هغير المكثف والشاشة وهي مفكوكة، هبدأ ان انا اجرب واشوف النتيجة هتعمل معايا ايه، وان شاء الله ربنا هيكرمنا وتشتغل معانا. كده انا خلصت، كده بجرب الشاشة وهنشوف، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.